In March 2012, Mazen was in a cafe with his nephews after they'd helped supply baby formula to a besieged area. احنا قاعدين نشرب شاي عم نمزح ونضحك بين بعضنا تماما ما نحس الا بست كبس الامن حطوا القمصان براسنا انا حطوني بباجاج السياره لحد ما وصلنا مكان اول سؤال سالتهم يا انا وين وهم يقول انت بمطار المزه فرع المخابرات الجويه بعدين ذاعوا اسمي على التحقيق طمشني وكلبشني واخذني فوتني على غرفه ونزلني على ركبي وديني هيك اسمك قلنا له مازن حماده شو مساوي؟ قلنا له والله طلعنا مظاهرات و يعني مظاهرات تصوير نقل اخبار كذا فهمت شلون؟ نعمل ايش؟ قال بدك تعترف غير هالاعترافات هاي قلت له ما نعمل شيء قال شو كان نوع السلاح اللي معك؟ قلت له كاميرا بكل وقاحة قلت له كاميرا توشيبا وما شلت سلاح انا وانا بكره حمل السلاح وانه يقول لي ما بدي الاعترافات خذوا اخذوني مددوني بالارض كسروا لي ضلاعي هاي الاضلاع يطلع فوق ويدبش فوقي تحس هاي طق 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 اضلاعك هاي لو يقلبك بالعكس على ظهرك يطلع يدبش فوقك دفر على وجهك بكاس بالعصي وانه يقول يبدو انك ما بدك تعترف انت بدك تعترف ما اعترفت بدنا نقتلك قلت له ما هاي اللي عندي جاب مرة ثانية شبحني كلبشة من هون كلبشة من هون على الشباك هيك بارتفاع 40 سنتي عن الأرض الثقل كله على ايدينك على المفاصل فالكلبشات مو تحس فتحسها راح تقطع لك ايدينك تصرخ بيحط لك شحاطة أو حذاء يقول لك افتح فمك يعني صغير يقول لك عض عليه ما بدي أسمع صوتك فوت بعد ما شبحني ورجعني على المحقق قال لا مش خليك راح تعترف غصبا عنك يعني جابوا كلام احنا نقوله بالمصطلح الانجليزي كلام وإله ما اندرد بل هاند يحطه بالجهاز الذكري طبعا بعد ما يشلحك الكلسون وهاي تظل عاري مثل ما الله خلقك ويحط الكلامب ويبلش يشد ويشد ويشد يحاول يضب 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 على جهازك الذكري اخر شيء تحس انه راح يقطع لك اياه واحد من ورا يحط لك خازوق بالمؤخرة تبعك ويضرب عليك يعني شيء ما يتصوره العقل البشري ما يتصوره ناس ماتت كثير تحت التعذيب And how do you feel about the people who did that to you? شيء الله بيحسبه
في قضاء بحسب راح اسعى الا ما اجيبه مع المحكمه واخذ حقي بالقانون. حقه وحق رفقاتي اللي قتلوا لو بتكلفني حياتي بدي لاحقهم ولا بجيبهم عرض.